تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة وسط للشرطة القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تدبير وتنظيم رحلات الهجرة والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل منفعة مالية مع تعريض حياة الأشخاص للخطر والنصب والاحتيال. قضية الحال كانت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا والتي أسفرت على إيقاف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة، ضبط وحجز قارب نزهة محرك بخاري بقوة 85 حصان، 13 دلو ذو سعة 30 لتر مبلغ مالي بالعملة الوطنية قيمته 16 مليون سنتيم، 4 صدريات نجدة وبوصالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية مختص إقليمياً.